إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. هل الحيوانات تتساءل بصدد الموت؟ أبداً أبداً، ولا إلها علاقة بالموت. والنبي أشار إلى هذا، لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سميناً، صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً. ما بتعرف هل الحيوانات تدفن موتاها؟ اصحى واحد يجيني ايه يقول لي الغراب. مين قال لك الغراب بدفن موتها؟ فبعث له، ومين قال لك انه الغراب دفن اي غراب اخر؟ هذا هبل المفسرين، هيك انا بسميه، هذا استهبال، هذا كلام فارغ. الغراب الاغربه تدفن نفسها يعني عندها قبور ومقابر؟ ما في الكلام هذا. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. ربما هذا الغراب دفن ايها الاخوه شيئا من رزق، حبه، اي شيء، دوده دفنها. فخطر، انقدحت الفكرة إيه؟ في ذهن القاتل هذا قابيل، هكذا إذن فالأواري إيه؟ فالأواري أخي، أحفر له وأدفنه. مش تقول له غراب دفن غراب. عموما معروف الحيوانات لا تدفن موتاها يا إخواني، هذا أحد أكبر الفوارق بين إيه؟ الإنسان والحيوان. طب ليش الإنسان يدفن موتاه؟ عنده إيمان بالخلود، عارف أنه في رجع، في رجع في يوم من الأيام، خليه متهني هنا ونحفظ له مكانته واسمه كل شيء، في رجعة دفن الموتى.